لمرمى فالديس، يلعب الكرة الثابتة ترجع عن طريق الهجوم، خطيرة جدا بالراس، والهدف الأول لإشبيلية، الهدف الأول لإشبيلية. 1-0، 1-0 لكتيبة يوناي إيمري، جول 1-0. سير المباراة كما حب، وصدقوني حب على السبر سبر في الشوط الأول، يلقى نفسه باجتهاد لاعبيه، بإصرار نجومه، بحرص الفريق الأندلسي متقدم، 1-0 في أواخر الشوط الأول. هدف للسبر بالرأس، هدف للسبر بالرأس. شوف راكيتيتش، شوف راكيتيتش على القائم الثاني، وين المتابعة؟ شوف هنا يبعد على مونتويا، يعمل الكروس خيسوس، يضرب الرأس، 1-0. الهجوم أو كوكي هو اللي وزع، والرأسية تدخل على يمين الحارس، الحارس فيكتور فالديس. 1-0، هذا اللي قلته في جزء أول من المباراة. البارسا يحتاج إلى مناصريه أكثر من أي وقت مضى، لأن كانوا فما بلوكاج. 1-0 عن طريق اللاعب بوتسيا، قلب الدفاع يطلع فوق الجميع، يضرب فوق ظهر ألفيش. ممنوع الهزيمة يا برشلونة للمعنويات، لقادم المواعيد، لكبرى الاستحقاقات. تمشي كرة ألفيش، وجول، جول، 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 جول دافيد فيا. المرمي يعود في لحظة يستعيد ذكريات الزمن الجميل لما كان فيا مؤثر في برشلونة، ومن قبل في فالنسيا تأثير كبير. البارسا يرفض الخسارة من سنين، بسنوات البارسا لا يهزم مرتين ورا بعض. الفرق الكبرى تعمل الرياكشن، والبارسا في 7 دقائق فقط من زمن الشوط الثاني يعود في الماتش ويعدل المباراة. هذه الكرة ألفيش عنده طريق، أوتوسترادا يوزع كرة ما غير متابعة، وحده دافيد فيا، ألفيش بالملي على راس فيا القصير، خطيرة الكرة عن طريق ميسي، ليو ميسي يعطي باس، كرة ممتازة للتيو ميسي، جول، 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 جول ديل فوتبول كلوب برشلونة، جولاسو دي ليو ميسي. الهدف الثاني الأرجنتيني، الهدف الثاني لميسي، رقم 37، رقم 37. ناس بطولة كاملة ما ماركيت 37، 37 ليو ميسي، هو اللي بدأ الهجمة، حل اللعب مع تيو، تيو رجع كرة سنترال في وسط منطقة الجزاء، هو الهدف الثاني. اليابانيين يهنئون، الآسيويين سعيدون، الأوروبيين يعشقون، وأرجنتينا تنتظر ولد الذهب في مونديال البرازيل. هنا التوزيع، هنا يبعد من المدافع، يعني علاقة، علاقة أم بابنها، علاقة أم بابنها بين ميسي والأهداف. 37 هدف في الليغا، أكثر من 50 هدف هذا الموسم، أرقام ستدك، أرقام ستدك، ومناطق ستسجل للتاريخ. ليو ميسي ولد روزاريو بسهولة، جيبها من الشبكة، كله خذها عندك،